في صراحة هذا القرار عجبنا ونقصوا علينا شحال من مواد اللي كانوا غيقدروا يأثروا علينا حيت ما كناش حضرنا لهم في القسم وسميتو، ولكن بعدوا بزاف علينا حتى لشهر 9 ماشي هي الوقت كافينا، ولكن بعدوا واحد الوقيتة اللي نورمالمون حنايا باش نبريباريو قبل بشهر باش ندوز الموحد، حيت كتلميذ راه ضروري ديال البريباراسيون غيبقى عقلنا وضروري شدنا الهم ومشي مشكل، ولكن نصبروا مع هذه الجائحه هذه. هو بصراحه كنا باغيين نكملوا قرايتنا وكنا باغيين ندوزوا العطله بحال دائما، ولكن ما كتبش الله، وبصراحه كنت باغا حتى الاقسام الاخرين يكملوا قرايتهم باش حيت اي انا كيقراو راه تابعوا انا اخر خاصو دروس راه متشابكين، يعني عام عام دروس متشابكين خاص ضروري باش الواحد ما يلقاش مشكل العام الجاي ان شاء الله. من واحد الناحيه كنشوفها يعني انا كتلميذه ديال سيزيام اني كنشوفها باللي زوينه وفي نفس الوقت خايبه. اللي زوين فيها هو اننا طولت لينا المده باش اننا نحفظوا باش اننا نميموريو الافكار ديالنا، وفاش نكونوا يعني ما يكونش حالات الغش بزاف، ما يكونوش ارتفاعات في حالات الغش، يعني التلميذ عنده المده الكافيه باش انه يحفظ. اما السلبيات فكاينين بزاف ديال السلبيات علينا حنا كتلاميذ اولى بكالوريا، يعني غنلقاو اول حاجه مشاكل في الدروس العلميه. علاش؟ حنا كعلميين خصنا يكون عندنا تفكير مسبق، يعني غير خصو يكون عندنا واحد النبذه على اننا كيف شنو هما الدروس ديال العام الجاي خصنا نقراوهم. هذوك الدروس اللي غنقراو العام الجاي اللي كنا غنقراوهم هذا العام وغادي نتعمقوا فيهم العام الجاي نلقاو فيهم مشكل حيتاش هذا العام ما قريناهمش. كنتمنوا ان هذا الشيء هذا ان شاء الله علاش لا يلقاو لنا الحل هذا العام والعام الجاي، واخا نقصوا علينا الدروس يكون حل حتى العام الجاي ان شاء الله. وكنتمنوا من ربي انه يحيد لنا هذا الوباء ويبعدوا علينا ونرجعوا نقراو ونخدموا ونضحكوا كيف الايامات الاولى ان شاء الله، ونتمنوا من ربي هذا الشيء. هو قرار مناسب حقاش اصلا الدروس ديال الدوره الاولى تقريبا بيان ميتريزي، اما الدوره الثانيه يعني ما قريناهاش تقريبا ما قريناهاش، يعني لي بروف خدموا معنا اونلاين وبقينا كنعديو بحال هكا، يعني الدروس ديال الدوره الاولى بيان ميتريزي كندوزو فيهم ليكو كنا كندوزو فيهم فروض سو يعني قرار مزيان الا دوزناهم او كون دوزناهم كون كانوا غيدخلوا معنا في الوطني، مي دابا هما كاع ما داخلين في الوطني، يعني قال لنا البروف غيحبسوا لينا فين اخر درس حضوري، يعني داكشي الاخر ما داخلش. لا ولكن ماشي نفس النقاط فريمون، الدروس ديال الدوره الثانيه بيان ميتريزي بالنسبه ليا حافظه شحال من حاجه، وفي الاخر مشى ليا داكشي كله كنا كنخدموا في ليكو، ولكن يعني المهم يعني مزيان حسن من والو، بعد الدروس ديال الدوره الاولى ساهلين ويعني نقدروا نجيبوا فيهم النقاط وشحال من حاجه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.